وصلنا لمساحتنا الثقافية، خلينا نقول سالي، صحيح. وأنشطة مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اللي عم تحتضن معرض الكتاب السوري لعام 2021 بعنوان كتابنا غدنا، لتسليط الضوء على أيام المعرض والفعاليات المرافقة لها من أنشطة توقيع كتب وأعمال الحسومات أيضا الممنوحة بأيام المعرض. بصيرنا نرحب بالسيدة عفراء هدبة صاحبة دار نشر ومشاركة بالمعرض. يسعد لي صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير، فيك. أهلا فيكم، أهلا شكرا وسهلا. كثير لهالفرصة الممتعة معكم الإخبارية، دائما مواكبين للحدث ودائما بتضووا على الفعاليات الثقافية والأنشطة أهلا الثقافية. وسهلا. أهلا وسهلا فيك، واجب علينا أكيد، وأنت أكيد ضيفتنا المميزة دائما. الله ست يخليك، عفراء، مبروك هذا المعرض الجميل اللي شكرا. إحنا كنا ضمن افتتاحه وشفنا قديش هالمعرض فيه زخم من صحيح الكتب، فيه تنوع ثقافي جميل من صحيح عام إصدارات من عام 2015 لألف لغاية 2021 21 تمام. وبمشاركة 48 دار نشر. نحكي عن هذا دار الموضوع. نشر سوري. صحيح. هذه السنة كان المعرض سوري بامتياز، فقط دور النشر السورية مشاركة فيه، طبعا بسبب جائحة كورونا، بسبب الحصار حتى. صحيح. لكن انه ينعقد المعرض اهم بكثير، احسن بكثير من انه ما ينعقد. طبعا غياب دور النشر العربية بيحمل دور النشر السورية مسؤولية انها تسد الثغرة اللي تركتها عدم مشاركة الدور نعم. العربية. بيخلينا نشتغل اكثر لانه او نسعى اكثر لنقدم متطلبات القارئ السوري ونسد الفراغ مثل ما حكيت. وبنفس الوقت في إيجابية إنه يعني حتى للقارئ السوري إنه دور النشر السورية صارت، يعني خصوصا هذا العدد القليل من الدور، خلانا بمواجهة مع القارئ بشكل أكبر. يمكن بالمعارض اللي قبل يعني كبر عدد الدور المشاركة كانت ما تخلي الضيف أو الزائر للمعرض يلحق يشوف كل شيء معروض. هلأ لا، بيقدر يزور الكل وينتقي بهدوء شو اللي بده بالضبط. نعم، لكن خبرينا عن أنشطة الفعاليات المرافقة للمعرض. الحسومات قد بتتراوح بالمية؟ هلا الحسومات بين 20 و30%، اضافه لانه احيانا ما بنتقيد بالحسومات هيدي فقط، انما بيجوا طلاب، وقت بيجيكي طالب صف عاشر انه بيختار كتاب ليقراه، كتاب اكبر من عمره ليقراه وما معه المبلغ انه حق الكتاب ليدفعه، فانت ما ممكن انك تقدري توقفي بدون ما يكون عندك مبادره. طبعا يعني مو بس بدارك، حتى لو عاجبه الكتاب بدار اخر، فنحن بنحاول انه مع بعض، ممكن صاحب الدار الثانيه مو منتبه انه هذا الشاب ما اشترى لانه ما معه مصاري، فنحن بنحاول انه ننبه بعض. عم نشتغل حقيقه كل دور النشر بهي الطريقه، وهذا شيء كثير مهم. بالنسبه للانشطه، هناك توقيع الكتب. بالنسبه لنا عم نوقع الكتب اللي صدرت بعام 2021. حلو. لأنه كتبنا القبل، نحن خصوصا الكتب نعم. أغلب كتبنا بنعمل لها حفلات توقيع بالمراكز الثقافية وقت تصدر، لكن ب 2021 نحن بالمعرض نعم. تقريبا كل كتبنا اللي صدرت بال 2021 في إلى توقيع. بدأنا طبعا مع دكتور محمد عامر مارديني، كان له وزير التعليم العالي السابق، كان له كتابين أدب ساخر، هو بيكتب قصة قصيرة أدب ساخر. نعم. كتابين جدا جميلين، وكان أول يوم معنا. ثاني يوم كان معنا كتاب دكتور عبد الله أحمد وكتاب ثيوصوفيا والعقيدة السرية. نعم. اليوم الثالث كان سامي سماحة من لبنان، ووقع كتابه إعادة البناء واستكمال حلو. التأسيس.
ويوميا عندنا حفلات. هلا اليوم عندنا توقيع لراني رحمه باحث الهندسه المقدسه، ويوم وغدا راح يكون معنا توقيع كتاب القران والانجيل من نشكات واحده للدكتور عدنان عزوز. يوم الخميس راح يكون عندنا توقيع كتابين للدكتور مازن خضور، كتابين رهان على الموت من اجل الحياه وكتاب متلازمات الحرب السوريه. هون بدنا نحن يعني يمكن زميلنا الدكتور مازن سليم خضور واللي حيكون توقيع الكتابين تبعه نهار الخميس، نهار الخميس الساعه 5 بدنا هون كمان دعوه من حضرتك. طبعا اكيد حضور توقيع الكتاب طبعا زميلنا بالاخباريه أكيد السوريه اكيد الدكتور كتابين بازل فيهم جهد كبير. جهد كبير، بعتقد انه يعني رهان على الموت من اجل الحياه ما بعتقد فيه بحث مسبوق يعني بهيدا، يعني انا بتذكر انه علما مو اختصاصي انه، لكن انا بقرا كل الكتب اللي بتجيني. انا استمتعت وانا عم اقرا كتابه للدكتور مازن وحكيت معه انه كثير كان كثير عجبني، والكتاب الثاني كمان جهد واضح وفي التزام بقضايا البلد، في احساس بهيدي المرحله الصعبه بسوريا، ملامسة الواقع يعني تمام، وخصوصا هو من الشباب يعني. ف بوجه له تحيه أكيد. عبر قناتكم تحيه له الف مبروك. اكيد الكل حيكون حاضر من حبينه من اهل البيت، لانه اكيد, أكيد طبعًا. فنحن بنشجع يعني أكيد. الدراسات الاكاديميه العاليه. صحيح. خبرينا كمان يعني ضم عدة دور نشر المعرض وضم عدة يمكن كتب لعدة شرائح معينة، أكثر شريحة عم تحسيها اليوم مقبلة وهذا الشيء ببشر مثلا بالخير بالإيجابية بعصر السوشيال ميديا؟ الشباب. حلو. الشباب، طلاب جامعة، طلاب ثانوي، حتى الطلاب الأقل عمرا. يعني أنا بشوف أنه الأهالي حريصين أنه يجيبوا أولادهم مع الألعاب، في محلات أنه هذه الألعاب التعليمية، لكن لا، بتلاقيهم بيمروا على الكتب وبيلفت نظرهم كتب بيوقفوا عندها وعم ينتقوا كتب. يعني بتقولي انه لا، الدنيا بخير والكتاب بخير طالما في اجيال بعدها مهتمه. امبارح بتجيني صبيه عمرها 14 سنه طلبت مني عناوين، انا يعني انا استغربت جدا انه كثير كبار علي، يعني حتى آسيين يعني بيحكوا عن الحرب الافغانستانيه او الحاله. طلعت انه بكير كثير عليكي، انا وقت قريتهم هدول الكتب كنتي بعمر كثير، لا انا قريتهم بهي الفتره، لكن كثير اثروا فيني، كثير يعني مصعبين قاسيين، فانه هي انه بدها تقراهم قريتهم، فهذا كثير ببشر بالخير. ومثل ما قلت لك الفئه الاكبر هي الشباب، والاهالي اللي بيجيبوا الاصغر وعم يشتروا لهم، فهذا كثير امر مهم وحلو أكيد. ومفائل بسوريا فعلا. كتابنا هو غدنا، يعني هذا بيتماشى مع شعار مرحلة المعرض. نعم، يعني خلينا نحكي ايضا قديش نحن في زخم السوشيال ميديا وعالم الانترنت ومواقع اللي فيها ويكيبيديا يعني المعلومات، يبقى للكتاب نكهة طبعًا خاصة طبعًا وطعم مختلف. هون نحن من خلال هذا المعرض اللي أقيم بهذا الصرح الحضاري العظيم نعرف قد ايه للكتب قيمة كبيرة، وما زالت يعني رغم هذا الزخم. صحيح صحيح. هلا شوفي، يعني انا دائما بقول الكتاب الورقي ما في شيء بينافسه ابدا. له نكهه طبعا، ريحته وملمسه، انك تكتبي عليه، انك تورثيه، او انه في الكتاب اللي انت ورثتيه عن ابوك او اخوك، او في له وقع يعني له منزله مختلفه. هلا لقلك انه كنت فكر بس انا هيك، طلع انه لا، في كثير يعني كثير من الزوار المعرض بيجوا لعندي انه نحن عندنا هذا الكتاب قارينه بي دي اف لكن بدنا اياه ورقي. معناتها الناس كلها يعني البي دي اف ما بيغني ولا بيعبي هذا المجال. الكتاب الورقي لا يعلى عليه، مهما تنوعت وسائل الالكترونيه وهالقصص هي، لكن بيبقى الكتاب الورقي فوق الجميع حكما. نعم.
أكيد. هيك كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل اللي لسه ما زاروا المعرض؟ بقول للكل إنه زوروا المعرض، في أشياء حلوة. المعرفة ما بتنتهي، ما حدا بيكتفي من المعرفة. بدي وجه كلمة لمكتبة الأسد، لكادر مكتبة الأسد، يتشكرون على التعاون الكبير اللي عم يتعاونوه معنا، عم يبذلوا أكبر جهد لإنجاح هذا المعرض. وبتمنى في اقتراح، بتمنى انه يوصل للجميع، انه هذا المعرض يتكرر بالمحافظات السورية. كثير عم بيطالبونا، من حق المحافظات الاخرى انه يكون عندها هيدي الفعاليات، لانه تعرفي بهيدا الوقت تكاليف السفر ما بقى سهله انه يجوا الناس. كنا ننتظر بالزمانات، كنا ننتظر المعرض لينعقد لحتى نجي على الشام ونقتني الكتب. الناس هلأ نفس الشيء، لكن الحالة الاقتصادية ما عم بتساعد على الموضوع. فبتمنى نحن نروح لعندهم، نحن جاهزين، كل دور النشر جاهزة لتقدم عروض ولتتعاون سوا لنوصل لكل أبناء سوريا إن شاء الله. بدورنا بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المعرض الجميل اللي نحن زرنا وشفنا أروقته اللي كلها هيك حب ومحبة. صحيح. بدنا ندعو كمان مرة تانية جميع مشاهدينا لحضور حفل توقيع الكتب، وأكيد دعوة خاصة لزميلنا مازن خضور، الدكتور مازن سليم خضور، لتوقيع الكتابين. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا شكرا جدا. شكرا لوجودك معنا. ويمكن سالي نحن على مدى سنوات كنا دائما إطلالاتنا الصباحية تكون من معرض الكتاب، حتى حوارات خاصة لنغطي أهم دور النشر. اليوم ما زلنا معكم، لكن اليوم انتم ضيوفنا بالصباح. بنتمنى دائما نكون عم نواكب هي الحالة الثقافية اللي عم ترفض سوريا بكثير من الأفكار الإيجابية. نعمل شيء إذا ما كان الإعلام. هي عملية تشاركية أكيد. شكرا لك. شكرا.